السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مصطلح اسمه دارك بيرت. دارك بيرت ده ذكاء صناعي لانجوتش موديل زي شات جي بي تي وزي بيرت بتاع جوجل، بس ده مركز على الدارك ويب، بيركز على الجانب المظلم من الانترنت. في مواقع ما بنقدرش نوصلها، لازم برامج معينة ولازم مواقع معينة ولاشوت معينة، بيكون مخالفة للقانون، تمام؟ بيكون مثلا بيبيع سلاح، بيبيع مخدرات، بيبيع حاجات زي كده، والافضل ان احنا نبعد عنها لانها غالبا بتكون مضره. الذكاء الصناعي ده هيستخدم ان هو بيركز على الحاجات دي ويقدر يكتشف لنا المشاكل اللي موجوده فيها. فدي بحث قوي جدا. الفكره كلها ممكن نستغل الدارك بيرت ده ان هو يفحص لنا في الدارك ويب ويكتشف الاشخاص الحقيقيه اللي بتدخل على المواقع ديت، ويتم تسليمهم للشرطة والتخلص منهم. أتمنى يكون ده الاستخدام بتاع الدارك بيرت.